باستطاعتنا أن نتعلم من الذين سعدوا في هذه الحياة كيف تكون علاقاتنا الزوجية سعيدة. يمكن أن نتعلم هذا الأمر. أولاً ومبدئياً يجب أن ينظر الإنسان إلى شريكة حياته الرجل، وأن تنظر المرأة إلى شريك حياتها بهذا المنظار. هذا بشر قد يخطئ، المرأة بشر قد تخطئ، مو كل صواب، احنا مو أنبياء ولا ملائكة، احنا بشر قد يصدر منا الخطأ. ثم لابد أن ننظر إلى الشريك أو الشريكة، ننظر باعتباره صديقا. فرق كبير بين معاملتك أنت مع الصديق وبين معاملتك مع زوجتك وكذلك الزوجة. كصديق تتعامل معه بشكل مختلف عما تتعامل مع زوجتك. يعني إذا كانت الزوجة هي التي تسوق وأنت جالس إلى جنبها وقلت لها امشي مستقيم، بدل مستقيم لفت على يمين أو على شمال، تعاتبها عتاب شديد. ليش يا أبا؟ قلت ليش يا بنت الحلال؟ كم مرة تخطئين؟ تعامل ويا الطرف كصديق، ولا تتعامل كزوج أو زوجة. كصديق الأمر مختلف.